طبعا طاقم التحكيم لهذه المباراة دانييلي أورسي. المباراة مساعد جوفاني مارتوشيلو يوزع كرة سابق ليرة وهذه كرة ممتازة رونالدو. رونالدو التصويب صاروخي نار 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 يا حبيبي نار. الكرة منتظر من دوغلاس كوشتا. فوزي غلام يقوم بالمخالفة. 37 مباراة تاير ونابولي حاير في هذه الكرة. يا سلام مخالفة رونالدو لكن دي لورينزو حكم أورساتيني. لورينزو في انتظار درايس ميرتانز والمخالفة ضد بيانيتش. ميرالي بيانيتش الدولي البوسني بداعي الإصابة وتسويب ومرة أخرى وهجوم هجوم سريع دوغلاس كوشتا. رونالدو وحده في القائمة الثانية رائعة الكرة يعدي ديتشيليو يوزع والاستفادة يحثر كرة ممتازة ليالان التسويب. شنو هذا يا شنو هذا تشيزني بذكريات جيجي بوفون. تشيزني البولندي تشيزني الموتسكوشتا. رونالدو وحده في القائمة الثانية اقتلها الكرة اقتلها الكرة جول اقتلها جول. اي سيناريو اي سيناريو يا ناس اي سيناريو يا ناس. شوف السرعة القياسية شوف الهجمة القوية فتابة من خالدو كوليبالي. المخالفة على الأرجنتيني توتر واضح على دوغلاس كوشتا. شنو هذا؟ لا 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 يا إيغوين لا يا بوفون. شنو هذا يا بوفون؟ كونزارو إيغوين في ثالث أهدافه في شباك. رويز يعدي لليمين والدفاع لورينزو وسوتا. فابيان رويز يوزع وسامي او تاريلو يبعد الخطوره بس الرايه. ورغم ذلك ورغم ذلك تشيزني رايه واضحه تسلل كان درايز ميرتنز. كوليبالي يمر من الدفاع للهجوم. كوليبالي التصويب كايخان كره ارضيه تحضير الاسباني. وفابيان رويز وين المفروض يلعب تحت المهاجم درايز ميرتنز يوزع روبا كوزارو إيغوين. جول جول لا يا سامي سامي خضيرة امامه اليكس ميريت للهدف الثالث يضيع على اليوفي. كورة من زمن العمالقة. شوف رونالدو في بدرار وقوة الدمار رأسية رونالدو كريستيانو. ترجع كرة نابولي. شوف القوة الرهيبة لسامي خضيرة ما يرحمش الألماني بالكرة. يا سلام شوف خضيرة والتصدي من مانولاس منظومة وينو ألكساندرو خضيرة. هذا هو سامي خضيرة هذا هو لفابيان رويز. فابيان رويز كرة باك ميرتنز يتقدم والحكم يطلب اللعب وفي النهاية دفاعية. ما زالت الخطورة للنابولي. غلام فوزي غلام يصاب لكن بعيدة. تسويبة من الفينكس من الجزائر فوزي غلام. مانولاس خالدو كوليبالي في الانتظار. وهذه كرة وين؟ كرة خطيرة وماتويدي في حواره مع دي لورينزو. بيانيتش سيلتحق بريال مدريد لكن البوسني هنالك مخالفة. سمعنا الضربة دانييلي أورساتو يوجه الانذار يوجه ماتيس ديليخت في هذه الإمكانية ولكن تردد كايخان. رونالدو 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 وأورساتو يطالب باللعب. ترجع كرة لفريق نابولي.
Cuidado, Zelensky. A deliberança, Matuidi. Matuidi, lança. Rolando para Zelensky. Zelensky. Costa, el passe a Ronaldo. كرة بعيدة، كرة بعيدة على سامي رويز، يوزع تصدي من خضيرة والتسويب عدل، وهذه الهجمة يحاول زيلينسكي التسويب وتستدم الكوزة والدفاع يتسدى عن طريق بروتشي، كرة بالراس، دانيلو يوزع دي لورينزو في الحماية والكرة الرائعة وإمكانية التسويب التسويب وتشيزني في الميعاد يا حبيبي في الميعاد زيلينسكي البولندي هو اللي كان في التسويب ممتاز الان كره اختير النابولي التسويب غريبه الفرصه ورا الفرصه ودرايز مارتنز هذه المره البلجيكي يضيع لليمين كايخان كايخان كره وفي النهاية تشيزني كرة من جديد لفريق نابولي الأفضل في هذا الشوط الثاني وتليخت غادت لوزانو بالرأس والكرة لشكون خطورة اليوفي الآن في الكرة رونالدو تعذر يا ماتويدي يا غدار يا ماتويدي يا غدار وباليسار رايع أليكس دانيلو دانيلو يوزا من الان بيانيتش دي لورينزو درايز ميرتنز ميرتنز والركنية القصير والمكير البلجيكي درايز ميرتنز جماهير اليوفي اكيد غير مطمئنة اليوم بالراس كايخان كرة ممتازة لوزانو اللي وزع والتصدي من دانيلو رونالدو في 34 عام مازال عنده كل الامكانيات والمخالفه لقناص القناصين جلاد الجلادين كريستيانو رونالدو الدفاع تسويب مباشره من بلا صعبه وطويله والتسويب رونالدو جول فابيان رويز يلعب كرة بالراس جول جول مانولاس ما الذي يحدث في هذه اللقطات مشاهدينا الكرام انطلاق الكرة لمال نابولي في وضعية التسجيل كرة جول كرة جول جول لوزانو 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 وحده وحده المكسيكي بكرة من كوادا الاخر ساندرو مرة اخرى يوزع عايدت في عارينو اليوفي يغدد في مكانه دوغلاس كوشتا إصابة بالصاروخية وهذا ماريو روي التعذير والتسويب أوه. نابولي المثير وين كان هذا الأداء اليوفي بعد الشعور بالخوف تسويب من تاريخ بعيد العب لعبك فازي مرر اليسار ماريو روي روي يوزع التسكورة خطورة 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 أولوزان بولي يعدي كرة إسبانية جول شنو هذا شنو هذا ريمونتادا 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 تاريخية للقيدوم كارلو أنشيلوتي يا الماس كرة بن
Bandeira!